ونستنكر وندين هذا الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على مدينة جنين ومخيم جنين وعلى الحارة الشرقية. لليوم الرابع على التوالي ما زالت الاقتحامات الإسرائيلية المتتالية والتدمير الممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد أهلنا ومحاصرة المستشفيات وتعرض الهلال الأحمر والأطباء من لعدوان إسرائيلي غاشم. حتى هناك كثير من الناس اللي بيطلبوا إغاثة يعني مش قادرين يصلوا لهم.